الإدمان مشكلة تطال اليوم كل مجتمعنا. نحن كمواطنين نحتاج جميعنا إلى أن نعمل معا. صرخة جديدة أطلقت مؤخرا من جميع المراجع الدينية تدعو الشباب للحذر من الانزلاق في هذه الهوة المظلمة، وشهادة حية لفتاة بورود 25 عاما تخضع لعلاج قاس للخروج من هذا الدهليز المظلم. لم ترغب في إظهار وجهها، ولكنها رغبت في إيصال صرختها لكل من يسمعها. عمري 25 سنة، وقتها كنت بال14 سنة أول مرة جربت الحشيشة أنا وأصحابي، كنا سوا. بعدين كفت بالحشيشة لعمري 19 سنة، وعال19 جربت الإيروين. أنا ما دخلت بالإيروين لأنا رحت، أنا كنت بدي، بس كنا نفس الجروب، وكم واحد من الجروب كان عندهم غير أصحاب. واحدة من صاحبتي كانت هي أصلاً بلش فيها شوي، فإجا واحد رفيقنا صار يقلي أخذ، وهي صارت تقنعني معه، فهيك بلشنا أنا وياها وواحد ثالث. تتنوع الوجوه في مركز سكون للمعالجة من الإدمان، لكنها وجوه تخجل من الظهور علناً إلا أمام المعالج النفسي المتابع بدقة لكل حالة من الحالات الموجودة وما أكثرها. في عدة أسباب للإدمان. أول شيء اللي عم نلاحظه أنه الإدمان دايماً ببلش في بسن المراهقة، لأنه المراهق بيحب التجربات الجديدة، بيحب الأحاسيس الجديدة، ودايماً بيكون حشرة عم يجرب الحياة. بعدين عندك كمان أمراض نفسية أخرى مثل الكآبة، مثل القلق، وهون الأشخاص بيترددوا لاستعمال المخدر حتى يقاوموا هالمرض ويتخطوه ويروقوا حالهم. وثالث شيء، الدراسات الحديثة عم تبرهن أنه في عامل وراثي هو اللي عم يؤدي للإدمان. هل يندم المدمن على ما مر به؟ في شغلة واحدة بندم عليها، يلي السقر راحت مع أهلي، لأن لو شو ما صار ما حترجع تكون مثل قبل. بس كتجربة بندم فتت فيها، بس إنه ما حأندم عليها كلها. بعدين علمتني شو ما صار بده واحد يتخطي، وإنه ينقي أصحابه بطريقة منيحة. ما بلومه، لا ما حدا جبرني، بس لو ما كنت من وراء الجو ما كنت فتت بهيك مشاكل. أما كيف يمكن أن يؤثر العلاج النفسي إيجاباً على المدمن وعائلته في الوقت عينه؟ إذا بديك منصلح ميكانيك العائلة، لأنه تبقى العائلة مخربطة. ليه؟ لأنه فات فيها الإدمان وصارت العائلة عم تدور حول الشخص المريض. فإذا العائلة عندها دور كتير قوي، ومرات العائلة هي بتخلي الشخص المريض ينتكس إذا تضغط كتير عليه. سكون مؤسسة أثبتت خلال السنوات الماضية أن لكل مشكلة حلا، وأن مساعدة المدمن واجب إنساني واجتماعي بامتياز. لذا تحرص سنويا على إقامة حفل سنوي يشارك فيه كبار النجوم على الساحة الفنية في لفتة إنسانية لزرع الفرح، عوضا عن الهروب إلى واقع المخدرات السامة. ميرنا غرزوزي، اليوم على الحرة، بيروت.